شدينا التليفون كنرقيك انا وانت في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في بلجيكا ولا عندي، ولكن فهمي كلامي فين غادي. ما نقولش على الفلوس، ما نقولش على الصحه، لا نقولك واحد المساله اللي خاصك تفهميها. درنا اللايف في واتساب، يا في سميتو سكايب، يا في فيسبوك، يا في هذا، كنرقيك طلع فيك المس، كنرقيك في التليفون طلع فيك المس. الانسان اللي كيطلع فيه المس كيولي في هيجان ديال الاعصاب، ما يختلفش هذاك الشيء اللي وقع لي. تولي في هيجان ديال الاعصاب، كيفاش غادي يخرج هذاك اللي كيعالجك في التليفون؟ يخرج الجن وانت فينك. بصح هذاك الشيء اللي وقع لي، راه هذاك هو اللي ضرينا جينا. فهمتي المسألة؟ الرقية في الهاتف الحاجة بالنسبة لي أنا، تنهضر عليا أنا، كنهضر على عقيدتي أنا. الرقية في الهاتف ما خداماش، الرقية كتكون مباشرة. الرقية ترقيك أختك، ترقيك أمك، ترقيك باك، ترقيك خوك، ما كاينش اللي غادي يرقيك. رقي ذاتك، والرقية في الأصل كلها رقي ذاتها. لكن باش نوض أنا، تصل بواحد رقيني في التليفون، ينصب عليا في رزقي وما كاينش الفائدة. فنصحك مرة أخرى، مابقاش تعاودي. أه لا رضيعك. أما الدابو ديالك.